حال وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني 4 قضاة إلى دائرة التأديب سواء للمحاكمة أو التأديب نتيجة لارتكابهم مخالفات. وكان المجلس الأعلى للقضاء برئاسة الصمعاني أيضا أقر في وقت سابق اعتماد التفتيش الإلكتروني الذي مكن المفتشين من الوصول إلى سجلات أكثر دقة ومتابعة لأعمال أصحاب القضاء بمهنية وحزم أيضاً.